السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة تاريخية خيالية، حكاية خلفاء صلاح الدين الأيوبي. هل كانوا ضعفاء وكانوا فاسدين؟ يلا نعرف الحكاية التاريخية الخيالية. يلا نتخيل لو أن صلاح الدين الأيوبي الفاتح المسلم الذي انتصر على الإفرنج وحرر القدس، لو تخيلنا انه رجع وجاء الى هذا الزمان الذي نعيش فيه الان، وتم استضافته في برنامج على القنوات الفضائية، والمذيع بيسأل صلاح الدين الأيوبي: لماذا ابنك كان حاكما فاسدا؟ وفعلا ابن صلاح الدين الافضل اللي تولى الحكم بعد وفاة والده كان فاسد. فصلاح الدين ايوب هيرد وهيقول: الانسان الاب يعني لا يستطيع ان يجعل اولاده صالحين او فاسدين، لكن عليه ان هو يربي اولاده بالطريقة النظرية وبالطريقة العلمية. الطريقة النظرية نفهم الابن الصواب والخطأ، ايه ده صح وده غلط، نقول له نفهمه بالكلام. وفي برضو الطريقة العملية وهي التعلم بالقدوة، فالاب يكون قدوة بسلوكه وبتصرفاته، الابن هيقلد التصرفات والسلوك. يعني ما ينفعش مثلا تقول لابنك ما تشربش سجاير وانت بتشرب سجاير، ما ينفعش تقول لابنك ما تكذبش وانت تقول لابنك لو حد سأل عليا في التليفون قول له ان انا مش موجود والاب موجود، ما ينفعش. المذيع بيقول لصلاح الدين الايوبي: يا قائد المسلمين، هقول لك بعض صفات ابنك الفاضل الافضل زي ما قالت كتب التاريخ. فنجد ان العلامة والمفسر ابن كثير له كتاب جميل كبير اسمه البداية والنهاية، بيتكلم فيه عن افعال ابن صلاح الدين الأيوبي الأفضل. فيقول إن الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي بعد وفاة صلاح الدين يبيع سلاح والده الذي كان صلاح الدين يحارب به، ويبيع حصان ويعطي حصان والده هدية للخليفة العباسي. يعني بيفرط في حاجات والده، بدل ما يحتفظ بحاجات والده بيديها هدايا للسلطان عشان مصلحته الشخصية، عشان السلطان ده سلطان المسلمين هو اللي هيقوي مركز الافضل ابن صلاح الدين ايوبي في ايه، في الحكم. لازم تكون علاقته كويسة، راح يديه هدايا والده، حاجات والده الثمينة الغالية، بدل ما يحتفظ بيها لنفسه، لا، حصان والده وأسلحة والده اللي كان بيحارب بيها، عشان مصلحة الأفضل الشخصية ان هو يفضل مركزه قوي وعلاقته قوية بالسلطان العباسي. والأفضل كان بيشرب الخمور ويحب اللعب واللهو، وكان بيسيء معاملة الأمراء المقربين من صلاح الدين أيوبي. وكان الأفضل معروف بالملك النوام، زي ما بيقول لنا العلامة التاريخي والمؤرخ التاريخي القديم تغر بردي في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. كان الأفضل يعرف بالملك النوام، انتهى كلام تغر بردي. يعني ايه ملك النوام؟ النوام صيغة مبالغة ان هو بينام عن حق رعيته
وناسه ومش بيهتم بيهم، وكل امور الايه الحكم مديها لوزيره ضياء الدين الجزري، هو اللي بيهتم بالناس وبيعمل كل حاجة، وهو نايم بعيد قاعد في قصره، في لهوه، في لعبه، في سهره، في شرب الخمور. حتى عمه العادل، عم الأفضل اسمه العادل وهو أخو صلاح الدين أيوبي، بيقول له ابعد الفاسد الأحمق اللي هيضيعك، اللي هو مين؟ ضياء الدين الجزري اللي هو الوزير. وكده عرفنا ان ابن صلاح الدين الايوبي الافضل كان فاسد الاخلاق، يحب الخمور واللعب واللهو. لسه في الايه في الجانب الخيالي والحوار مع صلاح الدين الايوبي، المذيع التلفزيوني يسال صلاح الدين الايوبي تنصح ايه الشباب، تنصح بايه الشباب في حياتهم؟ اقول لهم الزهد في الحياه. صلاح الدين الايوبي يقول الزهد في الحياه، ثانيا الاهتمام والحفاظ على الصلاة. صلاح الدين بيقول حافظوا على الصلاة، الزهد في الحياة. وكتب التاريخ قالت لنا كده، اقروا التاريخ وانتوا تعرفوا ان صلاح الدين الايوبي كان بيحافظ على صلاة الجماعة برغم انشغالاته العسكرية وانشغالاته كحاكم للبلاد، وكان زاهد في الحياة. لما توفي صلاح الدين الايوبي ما كانش عنده أموال كثيرة، أموال زهيدة جدا، حاجات بسيطة، ما كانش عنده عقار، ما كانش عنده أرض، سايب حتة أرض، كان كله بيعطيه للإيه للدولة والفقراء والمساكين. فنجد إن صلاح الدين أيوبي لما تولى الحكم وأسقط الخلافة وأسقط الدولة الفاطمية الشيعية، نجد أنه أخذ كل ما في القصور الخلفاء من جواهر ومعادن ثمينة، جواهر ولآلئ، وقام ببيعها، قعد يبيعها 10 سنين، والأموال دي اتحطت في إيه؟ في خزانة المسلمين، تبقى للمسلمين. هو ده صلاح الدين الأيوبي. وللأسف ابنه الأفضل ما كانش زي والده. فإحنا يا أباء يا أمهات نربي ولادنا وربنا يكرمنا، وما نزعلش لو ابننا مثلا ما طلعش زينا بالضبط، نسخة طبق الأصل مننا. لو ابننا في بعض العيوب إن شاء الله تتحل، نصبر عليه. ولادنا مش هيطلعوا نسخة مننا. ونفتكر مقولة الإمام علي بن أبي طالب، أولادكم نشأوا في بيئة غيركم. أنت يا أب عشت في زمن من 30 سنة فاتت كانت الأوضاع مختلفة عن دلوقتي في كل حاجة، الأسعار السلع والمنتجات كانت أقل، ما كانش فيه الزخم الإعلامي الكبير هذا من قنوات فضائية وإنترنت والمعلومة تجيلك في ثانية. زمان كان الناس تعتمد على الكتب والمجلات والجرائد. الوضع اختلف، ولادنا عايشين في بيئة مختلفة، لازم عقلنا يكون مرن معاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.